فأنا تعرف الأجمل وانتموني خير الأنام ولكن الفنين تدين فأنا تعرف الأجمل وانتموني خير الأنام ولكن الفنين تدين مع مثل من سر أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته بالكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين باعد عن مجال الحظ في الكريمة وداعب التشوق إلى السماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويكون في شفاعة هذا النبي شافع ويتروحان في روح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أجمع الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم على الحبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد أنا للكلام أما وقد أنا للكلام أي حضر